أما هلأ نرمين رح نروح لفقرتنا التالية، ويمكن مع دخول فصل الشتاء بيتغير كتير من ترتيب الديكور ضمن المنزل لحتى يصبح يتلائم مع الهواء البارد اللي ممكن يتواجد، وكيف ممكن ندفي الأماكن المتواجدة بالبيت. صحيح سلمى، شرفة المنزل هي من أهم العناصر يلي يمكن تهملها الأسرة السورية بسبب برودة الطقس، ولكن في أفكار جميلة اليوم ممكن احنا نستفاد منها ورح نتعرف عليها أكثر مع مهندسة الديكور نور عيسى. يسعد صباحك، أهلا وسهلا صباحك. فيكي. هلا، يسعد صباحك نور. صباح الخير. خلينا نبلش مع حضرتك ونحكي كيف ممكن نجهز بعض الأماكن بالبيت لتتناسب مع فصل الشتاء. هلا، من أكثر المشاكل نحن بنتعرض عليها بفصل الشتاء بقلب بيوتنا اللي هي تسريب الهواء والمي من الشبابيك. فأنا دائما بنصح نحن لما بنكون عم نجهز بيتنا أو عم نشتغل فيه نختار مقطع الألمنيوم تبع الشباك يكون يعني دائما نسأل تبع المعمل إنه هذا يا ترى عازل للحرارة، عازل للبرودة. هذا الشيء كتير تفصيلة هي صغيرة مهمة. هلا نحن إذا كنا ساكنين بقلب البيت وصار في عنا هذا التسريب الهواء أو المي، أنا دائما بنصح نحن نشيك على الشباك حوافه وطرافه، يعني من برا ومن جوا، لأنه نحن بنلاقي أحيانا على حرف الشباك عم يزرب مي أو عم يدخل هواء أو من هدول القصص. فأنا دائما بنصح إنه نشيك على حوافه إذا كان في عنا هذا التسريب. فالحل كتير سهل، هو عبارة عن بس سيليكون بنحط على أطرافه، سيليكون خاص يعني بيمنع هذا التسريب المي والهواء. في عنا شغلة تانية اللي هي إذا كان في عنا تسريب كمان هواء بس مو من حواف الشباك، في عنا شيء مثل فراشي، هو فعلا شكله مثل الفرشاة، بيكون على حرف الشباك اللي بنفتحه وبنسكره، وإذا غيرناه تكلفته كتير قليلة بنفس الوقت بيفيد بهذا الموضوع. في عنا كمان فصل الشتاء لازم نتجهز أكيد بالنسبة لبرودة المي وبرودة البيت، إذا كانت خاصة البيوت ارتفاعاتها عالية دائما بتكون أبرد من البيوت اللي ارتفاعاتها أقل. فأنا دائما بنصح نلاقي طرق إن كانت الطاقة الشمسية بالنسبة لتدفئة المي إذا في عنا مساحة على السطح، وأكيد في عنا التدفئة على الغاز أو الحطب أو المازوت على حسب توافر المادة يعني. أكيد وحكيتي امور فنيه كثير مهمه للاسره تستقبل فصل الشتاء، هي إلى علاقه بتسريب الهواء او حتى مياه الامطار، ولكن ايضا بنشوف بعض المشاهدات خصوصا بفصل الشتاء كل شيء فيه نحن نسميه كراكيب بتنحط على البرنده، ولكن بنشوف كمان صور على النت او بنشوف فيديوهات في نماذج لاشكال شرفات كمان الواحد بيقدر يقعد ويستمتع بمنظر الشتي والمطر. خلينا نحكي شوي عن أفكار ممكن من خلالها نرتب فيها شرفة المنزل. أكيد نحن دائما عندنا البرندة تبع البيت بتلاقي إنه هي مهملة بالشتاء، يعني حتى العالم ما بتطلع عليها وما بتستخدمها إنه على حكم إنه هي بتفوت مطر. بس أنا من ناحيتي بشوف إنه هي أحلى إنه الواحد يقعد فيها بفصل الشتوية بس يجهزها، لأنه يعني بتعطي جو هيك كوزي حلو بالشتوية. انا دائما بنصح انه يكون لها سيم البلكونه، يعني نحن اذا عندنا مساحه ممكن نعمل خزانه فيها كبيره، هي الخزانه ممكن نحط فيها احذيه، ممكن نحط فيها التخزين تبع بيتنا، يعني تكون هي منطقه نقدر نستخدمها ما نعتبر انه هي والله منطقه خارج مساحه المنزل. ممكن نحن كمان نرتبها بالاناره، نعمل هيك مثل ابليكين صغار على الحيطان بتعطي جو كمان كثير حلو. ممكن كمان نستفاد نعمل مثل زرع، يعني نعطيها بس شوية روح للبلكونة ونستفاد منها. في عنا مشكلة ممكن تواجهنا نحن انه هي كثير بسمع منها للأسف، احيانا نحن سقف البلكونة في عالم بتلبسه جبسون بورد او بتلبسه مثلا هدول الالواح البلاستيك اللي بنلاقيها لونها خشبي، بصير في عندهم مثل تزريب مي من قلب السقف. انا هي دائما بنصح انه اول شيء نشيك عليه، ما بنصح للجبسون بورد بالأسقف تبع البلكونة. البلاستيك كثير بنصح فيه، بس اهم شيء نحن نكون ضمنانين انه ما عندنا اي تسريب مي من السقف. واكيد في عندنا حلول لان نحن نسكر الواشه تبعت البلكون مثل السكريت، وممكن البردايه اذا كنا بدنا نعزل المطر. اكيد السكريت تكلفته اكثر، بس انا دائما بنصح اذا كنا بدنا نركبه ننتبه على بين القطع والقطع تكون في شيء اسمه جوان او مثل جيلاتين هو لنقول، يكون عازل مشان نحن نقعد وما نحس بالبروده ولا يصير عندنا تسريب هواء او مي. طيب خلينا كمان نحكي نور، بعض المشاكل بتكون مو بس من الشبابيك او الابواب، احيانا من السقف نفسه. بتعرفي في بيوت قديمه او في بيوت بيكون عامله توسيع لمنطقه معينه فبصير في شرخ بالحيط نفسه بالسقف، فكمان بيدخل هواء وبرودة، هذا كيف ممكن يتم معالجته؟
هذا الشيء صح اكيد، بس هذا بصير بحالتين. الحاله الاولى اللي هي يكون في عندنا تسريب مي من عند الجار، اذا كنا نحن بطوابق يعني متكرره في فوقنا هسه ساكنين بيوت، فبيكون في عندنا تسريب مي حصرا، ممكن تكون فوقنا الحمام او ممكن يكون فوقنا في تمديدات صحيه او اي شيء. الحل حصرا انه نحن نطلع لعند الجار نكشف من وين المشكله ونحلها، لانه اذا نحن سكرنا من عندنا او عزلنا او اي شيء عملناه نحن عندنا، هي بالنهايه هي المي عم بتكوم عندنا نحن، بغض النظر اذا كنا حاطين جبسون بول كمان انه ما مبين عندنا هذا التسريب او غطيناها فيه، حيضل يكوم وحترجع تطلع بعدين التسريب اللي عم يصير. فانا دائما بنصح نطلع لعند الجار اذا كنا بالطابق الاخير، وهي غالبا بتكون مشكله كثير كبيره، لانه نحن دائما عندنا السطح بيكون مهمل عندنا بالابنيه، يعني نادرا تلاقي عالم حاطه بلاط للسقف او عازلته قبل ما تبلط حتى. فبنصح كمان نروح لهي الطريقه، نعمل عزل نحن للسطح وبعدين نبلط. كمان اكيد ننتبه على الزوايا تكون كلياتها اخذ العزل مشان تنحمم. اكيد. خليني اسالك عن افضل انواع العزل يلي بتنصحي فيها، وايضا في مشكله ثانيه بيعانوا منها الطوابق الاخيره، هي بوقت الهطولات المطريه المي بتنزل يمكن كمان على الشرفات، شو الحلول لهيك مشكله ممكن تكون؟ بالنسبه للعزل عندنا كثير انواع، اهم شيء نحن لما نشتري العزل نساله اذا هذا العزل خارجي او داخلي، لانه نحن عندنا عزل داخلي وعندنا عزل خارجي. إذا كان داخلي فهو بيكون للحمامات، إذا كان هو خارجي فهو بيكون للأسطح. وأكيد بالنسبة للعزل في عندنا مركب الـ SP600، هن عبارة عن مركبين بنخلطوا مع بعض وبينضهن بشكل طولي وعرضي، بس حصرا لازم نشتري الخارجي منه مو الداخلي مشان يكون مناسب للأسطح. إذا بالنسبة للشرفات إنه عم ينزل عليها أمطار أو هدول، إجباري لازم نحط نحن حل هي عبارة عن ميول، بغض النظر عن نوعه ممكن يكون عبارة عن صاجة يعني أو حديدة أو هيك شيء، أو ممكن بلاستيك، يعني نحن بدنا نختار الحل الأنسب، نعمل مثل ميول مشان لما المي تجي ما تدخل لجوا، يكون يعني دغري تطلع لبرا. طيب خلينا نحكي كمان عن الديكور الداخلي للمنزل بالشتاء وبعد النصائح. في كتير عالم بيكون الأساس المنزلي تبعهم من خامة سميكة مثل المخمل أو ما إلى ذلك، وهي مناسبة للشتاء، ولكن بالصيف بتشوب أكثر، وفي العكس بيكونوا عاملين مثلا قماش خفيف بحسوا أنه بالشتاء هو بارد أكثر. شوية نصائح وقديه ممكن فعلا نحن نحط غطى لتقومة القعدة أو الصالون نستخدمه صيف وشتاء. بالنسبة للقمايش تبع الفرش مثل ما أنت حكيتي، يعني عندنا هلأ مثلا الجلد هو جيد، يعتبر بالصيف بارد مريح، نجي للشتوية بنلاقيه هو كثير ما انه مناسب للطقس نحن اللي عندنا. نفس الشيء المخمل بالصيف كثير مشوب، بالشتاء هو جيد نوعا ما. انا دائما بنصح لا بهي الماده ولا بهي، في عندنا نحن خامات مثل يعني هي شيء قريب للكتان، هي عمليه اول شغله، ثاني شغله ما بتنحرق، يعني نحن اكيد ممكن ولد او اي شيء تتوسخ تنتزع هدول. انا دائما بنصح يعني بهدول الانواع من الاقمشه اللي هي بتكون ضد الحراره والمي، هدول القصص هي مناسبه لكل الفصول، ما بتجمع غبره، هي اهم شغله لست البيت. واكيد عندنا نحن اذا كنا بنحط اغطيه، في عندنا كثير يعني ممكن نخيط ونفصل ونركب هيك قصص، بس انا ما كثير بفضلهم، يعني هن صح عمليات، بس انا بفضل انه خلص تكون الصوفه هي من اساسها القماشه تبعيتها جيده ومناسبه لكل الفصول وسهله التنظيف، فهيك اكيد بتكون اريح لست البيت واقل تكلفه. يعني بهي النصائح اللي قدمتي لنا اياها بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا ولكل المعلومات القيمه. شكرا لك. شكرا لك مهندسه الديكور نور عيسى على كل المعلومات اللي قدمتي لنا. شكرا.